السلام والصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله، دائما مع سلسلة الزهور الذهبية، واليوم أهدي لكم زهرة فضل سورة الإخلاص. قبل أن أبدأ أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسألك يا رب أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب المؤمنين والمؤمنات وحب عمل يقربنا إليك، اللهم أمين. إخوتي، إن هذه الزهور التي أقدم جد غالية، ليس غالية عندي فقط ولكن غالية عند الله عز وجل. من فضلكم أعطوها شيئا من الوقت ومن الاهتمام ومن الصبر، وأتمنى إن شاء الله أن تنفعكم. جزاكم الله بكل خير، ونبدأ على بركة الله. سورة الإخلاص. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة عظيمة، من أجلها وجد الخلق، من أجلها أقيمت الدنيا، من أجلها أزلفت الجنة وسعرت النار. إنها سورة التوحيد، جمعت هذه السورة كل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة رغم أنها تتكون من 4 آيات، ولكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن، فمن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. فضائل هذه السورة أن تنال حب الله عز وجل. فقد روى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. الله أكبر. من فضائل هذه السورة أن الله عز وجل يبني لك بيتا في الجنة إذا داومت على قراءتها. فعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، يفتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها،
ثم يقرأ سورة أخرى. فسأله الناس لماذا يفعل ذلك؟ قال أحب أن أفعل ذلك. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا فلان، ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. الله أكبر. أحبتي الكرام، علينا إن شاء الله أن نداوم على قراءة هذه السورة، هذه السورة القصيرة والصغيرة، ولكن وزنها عند الله ثقيل، عظيمة وثقيلة في ميزان الحسنات. أتمنى إن شاء الله أن تعجبكم هذه الزهرة وأن تستفيدوا منها. أتمنى إن شاء الله من الذين يشاهدون هذا الفيديو ولم يشتركوا بعد أن يشتركوا في قناتي وأن يشجعوني لكي أستمر بالمزيد. دمتم في رعاية الله ومع زهرة أخرى في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبكم في الله.